بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناه ديالنا سولو اس في تي. اليوم ليبيسود 11، لا سيتياسيون بروبليم، الوضعيه المشكله. غادي نشوفوا اولا مع زافير روجر شنو كيقصد بالوضعيه المشكله وشنو الى اخره. دونك تعرفوا على جميع الحيثيات اللي متعلقه اولا فاش كان يعني بحال غادي نديروا واحد العصف ذهني، فاي حاجه عندها علاقه بلا سيتياسيون بروبليم غادي نحاولوا نهضروا عليها. دونك اولا فاش كنقولوا لا سيتياسيون بروبليم، يعني هذا المصطلح ديال الوضعيه المشكله، هو كيحيل لنا مباشره على شي حاجه اللي قبل منه. شنو هي شي حاجه اللي قبل منه؟ هي الابيسي، لابروش بار كومبيتونس. علاش؟ لان التدريس بالكفايات يقتضي الاعتماد على وضعيه مشكله. دونك بوغ faire ou bien pour enseigner par compétence hein, ou bien pour utiliser l'approche par compétence, il faut forcément passer par la situation problème. Comment ça? Donc selon Xavier Rogers, la compétence c'est quoi? Le kifaya c'est quoi? C'est la possibilité pour un individu de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille de situations problème. Yani chno? Yani الكفاية هي قدرة المتعلم أو الفرد على تحريك واحد المجموعة من الموارد، واحد المجموعة من الموارد، واحد المجموعة من المعارف، من المهارات، من المدارك ديالو، ويدمجها فيما بينها، يحرك كاع داك المعلومات، يخدم كما تنقولو كيخدم الماطر ديالو. مفهوم؟ شي واحد كيقول لك كان عندي واحد المشكل كدا هادي طاطا وخدمت الماطر ديال دماغي إلى آخره في الدارجة ديالنا في الثقافة العامية ديالنا. فشنو كيقصد كزافير روجرز؟ كيقصد ان الانديفيدي او الكومبيتونس هي شنو؟ هي ان التلميذ فاش كنحطو في واحد الوضعيه كيحرك مجموعه من المهارات والمعارف والتقنيات الى اخره. دونك كيحرك هذاك الشيء كامل اللي كيعرفو باش يحل واحد الوضعيه تنتمي لفئه من المعيط. اذا سي لا بوسيبيليتي بوغ ان انديفيدي pour ou bien de mobiliser de manière intériorisée un ensemble intégré, واحد المجموعه مندمجه. اش كنقصدوا بمجموعه مندمجه؟ يعني داكشي اللي عرف في الابتدائي وفي الاعدادي وفي الثانوي الى اخره، غيجمع كامل شيء باش يحل واحد الما. دونك دو غوسورس انتغري دو غوس انصومبل انتغري دو غوس، يعني مجموعه مندمجه من الموارد بهدف حل واحد الوضعيه تنتمي الى فئه من الوضعيات. دونك او لا هي واحد الوضعيه مشكله، من اجل وضعيه حل الوضعيه مشكله. هنا عاد فين كيجي السؤال، هو شنو؟ هو شنو هي وضعيه مشكله؟ اذا كيف ما قلت لكم في البدايه الفيديو ان لا سيتياسيون بروبليم، هاد لومو هذا فاش نهضروا على وضعيه مشكله كيخصني نهضر بعدا شي حاجه على قبل على لي لابروش با كومبيتونس، المقاربه بالكفايه. عرفناش بعدا شنو هي الكفايه، نجيو دابا لان ما يمكنش نهضر على سيتياسيون بروبليم بلا ما نهضر على لابروش بار كومبيتونس، المقاربه بالكفايات. مفهوم؟ اذا فشنو غنستخلص من هنا؟ غنستخلص من هنا بان هاد لا سيتياسيون بروبليم هي واحد الطريقه، الوضعيه المشكله هي اجراء لما يسمى بالتدريس بالكفايات. اذا باش نطبقوا على ارض الواقع، الا كان هذيك الهضره ديال التدريس بالكفايات الى اخره نظري، دونك هادشي الا كان نظري، فالتطبيق ديالو او الاجراء ديالو على ارض الواقع هو استعمال وضعيات مشكله. فشنا هي اذا الوضعيه المشكله؟ لا سيتياسيون بروبليم اتين استراتيجي دونسينيومون، هو واحد الاستراتيجيه ديال التعلم بوغ لوبيراسيوناليزاسيون دو لابروش بار كومبيتونس. اذا هادشي اللي كنقولو، يعني من اجل اجراءات، يعني باش تكون هذيك العمليه، باش نحققوا العمليه ديال لابروش بار كومبيتونس، باش نحققوا المقاربه بالكفايات، كيخصنا ندير واحد استراتيجيه ديال التعلم او ديال التعليم اللي سميتها لا سيتياسيون بروبليم. دونك لا سيتياسيون بروبليم هي استراتيجيه، واحد الطريقه من اجل اجراءات التدريس بالكفايات. الو واش عرفنا لا سيتياسيون بروبليم؟ لا، مازال فقط ربطناها بسكون لابيل لابروش بار كومبيتونس. دونك اي سيتياسيون بروبليم ديزين ان انصومبل كونتكستواليزي، ان انصومبل هي واحد المجموعه، كيفاش كنقصدوا عندها واحد السياق
ديال المعلومات، دونك كونتكستواليزي دانفورماسيون ا ارتيكيلي بار اون بيرسون او ان جروب دو بيرسون اون في دين تاش ديتيرميني، دونك لو سي ني با ايفيدونت ا بريوري، دونك كاين ان اوبستاكل. الوغ اشنو كنقصدو بهذا الشيء كامل؟ شنو هي الوضعيه المشكله؟ هو سيت ان انصبل، هي واحد المجموعه ديال المعلومات كونتكستياليزي، يعني عندها واحد السياق، واحد المجموعه عندها واحد السياق، مفهوم؟ واحد المجموعه من واحد الحقل من المعلومات، ولا واحد المجموعه من المعلومات تنتمي الى حقل واحد مثلا، او لا المهم تنتمي الى حقل واحد ارتيكيلي، يعني خصنا نربطو بيناتها par une personne ou un groupe de personnes، يعني اللي خص تربط بيناتها هي اما واحد الفرد او لا مجموعه من الافراد او لا مجموعه من الافراد اون في دين تاش ديتيرميني، هاد المجموعه من الافراد كتكون عندهم واحد لا تاش، واحد المهمه، واحد لا كونسين، دونك لي سي ني با ايفيدون ا بريوري لوبستاكل، يعني الحل ديالها او لا باش يديروا هذيك لا تاش، النتيجه باش يديروا هذيك لاطاش، باش ينسجوا هذاك الانجاز، ماشي ايفيدونت ا بريوري، يعني كاينين دي زوبستاكل. اسكو سي كلير؟ جو ريبيت، ان سيتياسيون بروبليم سي ان انسامبل دانفورماسيون كونتكستواليزي، واحد المجموعه من المعارف تنتمي الى سياق معين. اشنو خاص يوقع لهاد المجموعه من المعلومات او تنتمي الى خاصها ان ارتيكولاسيون، خصنا نربطو بيناتهم. شكون اللي غيربط؟ التلميذ او المتعلم او المتعلمين، يعني فرد ولا مجموعه، ولكن بهدف ماذا؟ بهدف انجاز واحد لاطاش، واحد المهمه بيان ديتيرمين. اذن التلميذ او التلاميذ عندهم واحد لاطاش بيان ديتيرمين، وهاد لاطاش ما ساهلش، با ايفيدون، ني با ايفيدون ابريوري، يعني بينهم وبين لاطاش او بينهم وبين لا رياليزاسيون ديال لاطاش كاين ان اوبستاكل كيتعلق بايش؟ كيتعلق بهذوك لونسومبل دي زانفورماسيون. اذا الله يخليكم، اللي ما عمرو ما فاهم هذا الشيء، هذا شنو كيعني؟ كيخصك اسيدي شنو دير باش تفهم بعدا شنو هي هاد؟ خصك تحط بلا مثلا غير هذا الرسم، غندير لكم انا تقريبا غير واحد الشيما، مثلا عندي واحد المتعلم ياك جديد، عندي واحد المتعلم جديد، هاد المتعلم جديد انا بغيت نوصلو لواحد لوبجيكتيف، واحد الهدف، اولا بغيت نوصلو لواحد باردون سكون ابل ان كومبيتونس، كومبيتونس باش نوصلو للكومبيتونس اشنو كنعطيه؟ كنعطيه واحد لونسومبل دي زانفورماسيون، دونك انفورماسيون كونتكستواليزي، يعني واحد المجموعه من المعلومات عندها واحد السياق. هو شنو خصو يدير لهاد المجموعه من المعلومات؟ اشنو الدور ديالو على هاد المجموعه من المعلومات؟ هو خصو يدير سكون ابل لارتيكولاسيون، هو خصو يدير ارتيكولاسيون ديال هاد المعلومات. باش يدير لارتيكولاسيون عندو سكون ابل ان تاش، شنو هي لا تاش؟ هو داك الشيء اللي مطلوب منه انه يديرو، عندو ان تاش، مفهوم؟ وهاد لا تاش ما بينو وبين لارتيكولاسيون كاينين دي زوبستاكل، مفهوم؟ اذا كاينه لا تاش اللي خصو يدير، مفهوم؟ وكاين لي زانفورماسيون كونتكستواليزي، وباش يدير هاد لا تاش على هادوك لي زانفورماسيون كونتكستواليزي، دونك لا تاش دونك هي لارتيكولاسيون. اذا باش يدير لارتيكولاسيون لهاد لي زانفورماسيون كونتكستواليزي، يعني باش يحقق لا تاش ديالو اللي ماشي ايفيدون، كاين سو كون ابل ان اوبستاكل. اسكو سي كلير؟ ما عرفتش الصراحه واش وصلاتكم الفكره ولا لا، دونك غادي نحيد هادشي كامل ونعاود مره اخرى بالنسبه اللي ما فهمش. انتبهوا معايا الله يخليكم. الوغ المتعلم عنده ان تاش، عنده واحد لا تاش، واحد مهمه، شنو هي هاد المهمه؟ هو ارتيكيلي، يربط لينا لي زانفورماسيون، يربط لينا المعلومات اولا هذوك المعلومات، وي يربط لنا هذوك المعلومات، يدير لهم لارتيكولاسيون بيناتهم، وهذوك المعلومات قلنا راه عندهم ديجا ان كونتكست، عندهم سون كونتكستواليزي، عندهم واحد السياق، مفهوم؟
إذن جو ريبيت المتعلم اشنو خصو يدير il faut il doit articuler il doit tout d'abord réaliser une tâche qui n'est pas évident يعني يدير واحد لا طاش اللي ماشي ايفيدون ماشي سهله وباش يدير هذيك لا طاش ماشي سهله يعني عنده واحد الوضعيه مشكله دونك فاش كتكون عندنا سياق ديال المعلومات واحد المجموعه من المعلومات عندها سياق وكتكون عندنا واحد لا طاش اغياليزي وهذيك لا طاش اغياليزي ني با ايفيدونت يعني كاين دي زوبستاكل دونك هنا فاش كيتوفروا هاد العناصر ديال لانفورماسيون كونتكستواليزي بيرسون او بيان ان جروب دو بيرسون لا طاش ني با ايفيدونت سيتادير كيليا ان اوبستاكل دونك اون بارل دين سيتياسيون بروبليم الله يخليكم عقلوا على هاد الشيء راه شرحتو شحال من مره باش تفهم شنو هي سيتياسيون بروبليم الو بالنسبه للتيارات المعرفيه او التيارات اللي كان شنو كي شنو بالنسبه لهم ان سيتياسيون بروبليم الو اشنو كدير هاد شنو غدير هاد بالنسبه للناس او التيارات المعرفيه لي كورون كونيتيف شنو كيقولوا كيقولوا هاد لا سيتياسيون بروبليم كدير لابرونتيساج يعني شنو يعني كتكون التلميذ كتكون عنده واحد المعارف واحد لي ستريكتير كونيتيف واحد البنيات معرفيه بريالاب سابقه وكتجي هاد لا سيتياسيون بروبليم كخصنا تحول لينا دونك دير لينا ان ترانسفورماسيون دي ستريكتير كونيتيف بريالاب يعني كي سون ديجا لا اون ستريكتير نوفيل يعني عندي واحد ستريكتير بريالاب عندي واحد البنيه ذهنيه قديمه كان خصني نصايب واحد البنيه ذهنيه جديده دونك هاد التيارات المعرفيه بالنسبه لو موديل سوسيو كونيتيف او لو كورون سوسيو كونيتيف شنو كيقول كيقول لك بان التلميذ كيكون اون ايكيليبر عنده واحد المعلومات اون ايكيليبر اشنو كدير نديرو كنجيبو له واحد الوضعيه تجابه هذاك ليكيليبر اللي عنده دونك كيدخل في ان ديزيكيليبر كيكون دخل في واحد لا توازن خصو يقلب على التوازن دونك كنديرو لو سكون ابيل ان كونفرونطاسيون اونتر لي كونسيبسيون يعني هذاك الشيء اللي في دماغه كنعطيوه شي حاجه جديده كتواجه مع داك الشيء اللي في دماغه دونك سي تين كونفرونطاسيون كونفرونطاسيون اونتر لي كونسيبسيون يعني المفهوم اللي عنده هذاك الشيء اللي عنده مع داك الشيء اللي زدناه دونك كيوقع له ان ديزيكيليبر فاش كيحل هذيك الوضعيه المشكله لابرونون كيولي اون ايكيليبر اذا ديزيكيليبر ايكيليبر دونك كيكون ان ايكيليبر كنحطوا له وضعيه مشكله كيدير لا كونفرونطاسيون لا كونفرونطاسيون اونتر لي كونسيبسيون ديال لابرونون او كي يرجع للحاله ديال ليكيليبر بالنسبه لا ديمارش دانفيستيغاسيون يعني نهج التقصي لا ديمارش او لا سيتياسيون بروبليم شنو كيقول لك il se trouve en amont شنو هي en amont في العالي يعني اول حاجه في لا ديمارش دانفيستيغاسيون شنو هي سي لا سيتياسيون بروبليم الاس بي لا سيتياسيون بروبليم دونك هنا شفنا لا سيتياسيون بروبليم مع لي كورون كونيتيف مع لي كورون سوسيو كونستركتيف ومع لا ديمارش دانفيستيغاسيون اللي كتقول لي بان لا سيتياسيون بروبليم سي اون لامو لامو هي العاليه ها يعني شي حاجه عاليه في القمه ديال لا ديمارش دانفيستيغاسيون كنلقاو لا سيتياسيون بروبليم سي تادير كو لا سيتياسيون بروبليم سي لا باز دو لا ديمارش دانفيستيغاسيون بالنسبه لي استراتيجي افيكاس الوغ كيسكو اون فا فير Donc on doit établir un lien entre les connaissances et les finalités. مثلاً وهذه المعرفة فاش كنقول مثلاً وزن الجسم كذا كذا أو لا التنفس الخلوي هو كذا وكذا فشنو هنا راه كنعطيه واحد المعرفة غير هو هذيك المعرفة كتكون مرتبطة بواحد لي فيناليتي شنو هما لي فيناليتي دابرونتيساج هو الأهداف المعرفيه الاهداف الوجدانيه او الغايات الكبرى مثلا مواطن مسؤول ترافايور كومبيتون كون عنده الكفاءه ديالو كون اذا هنا اون بارل دين استراتيجي افيكاس يعني هي لا استراتيجي اللي غتربط لينا كنعلمو انا اليوم شي حاجه ولكن من بعد كنشوفو طبيب ناجح حقيقي مواطن مسؤول الى اخره الى ولا استاذ كيكون يعني ضبط الامور ديالو ولا مهندس كيكون
دونك عنده كاع لي زوتيل باش يحل المشاكل اللي تيواجهها. وهنا بالنسبه لي انا هذه هي يعني لابروش بار كومبيتونس، هذه هي الطريقه باش نجرؤها وهي تكون ان استراتيجي افيكاس. الوغ شنو كيوقع باش كنوصلوا لابروش بار كومبيتونس او بيان باش كنوصلوا لا سيتياسيون بروبليم؟ الوغ عندنا سو كون ابل لو سافوار سافون، المعرفه العالمه، المعرفه اللي كينجزوها العلماء. وعندنا لو سافوار سكولير، يعني داكشي اللي كيتقرا في المدرسه. وعندنا لو سافوار كورون. شنو هو لو سافوار كورون؟ هو فاش كنمشيو عند المتعلم كنلعبو نلقاو عنده واحد المعارف، المعرفه يعني المعرفه اللي كاينه عند اللي كاينه عند المتعلم وعند صحابه وعند الى اخره، مفهوم؟ ف هذيك المعرفه اللي كتكون عند المتعلم وعند صحابه لو يامني امال لابرونو ا موبيليزي سي سافوار كورون. دونك فاش كنحطو في واحد الوضعيه اشنو غيدير؟ عنده هو واحد الافكار، عنده واحد الافكار المتعلم، عنده ان انسومبل دي انفورماسيون دي كونيسونس دي تكنيك دي كاباسيتي انسي دو سويت. فهذاك لو سافوار كورون يعني داكشي اللي عنده في دماغه كيشكل له سو كون ابل ان اوبستاكل. علاش؟ لانه كاين سو كون ابل نسبيه ديال الاشياء، كيعرف حيت كاين هذيك لا كونسيبتواليزاسيون دي كونسيبت ضروري خصكم تشوفوها، راه عندنا فيديو عليها مفهمة المفاهيم او التدرج المفاهيمي. فالمفهوم مثلا ديال التنفس في الابتدائي هو شهيق زفير، فاش كيتزاد شويه كيولي يعرف بان داك الهواء اللي خارج كيف داير والهواء اللي داخل كيف داير. فاش كنطلعوه الاعدادي وكنقرا التبادلات الغازيه كيعرف بان راه هذاك الشهيق وزفير راه كندخلو شكون الشهيق، كندخلو الاو 2 والزفير كنخرجو السي او 2. اذا كنديرو التبادلات الغازيه وكيعرف المسار ديال السي او 2 وكيعرف باللي هذاك الاو 2 والاو 2 والاو 2 والسي او 2 يعني اللي كيدخل واللي كيخرج، اللي كيدخل راه كيمشي راه كيمشي للدم والدم كيفرقوا على الاعضاء الى اخره. دونك وكيعرف الضغط ديالو اللي كيتبادل الاصناف الرئويه في كيتوقع الى اخره. ولكن فاش كيمشي للثانوي التاهيلي في الثانيه بكالوريا مثلا كيعرف بان شنو، بان راه التنفس هو شنو، هو ان الاودو يلعب دور المتقبل النهائي للالكترونات في عمليه ديال التنفس الخلوي. يعني الا ما كانش الاودو ما كتوقعش لوكسيداسيون ديال 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 الجليكوز او لا ديال عفوا ديال لاسيد بيروفيك الانتيريوز ميتوكوندري، واصلا ما غيدخلش لاسيد بيروفيك الميتوكوندري انسي دو سويت. اذا هذا المفهوم ديال التنفس تطور مع المتعلم. ولكن فاش كيكون هو يلاه في الاعدادي وطلع للثانوي راه طالع للثانوي بالافكار اللي كانت عنده في الاعدادي، مفهوم؟ باش نبني معاه الافكار اللي غتولي اللي خاص تولي عنده في الثانوي. دونك هنايا تيخص واحد الوضعيات مشكله تنطلق منه، تنطلق من داكش المعارف اللي عنده واللي هي معارف السابقه هذه. فقلنا ان تتكون عنده واحد المعارف جايبها معاه من السابقه مثلا من الابتدائي او هادو باش نبني معاه معرفه. هذيك المعارف السابقه كتلعب الدور ديال واحد لوستاكل، او كيبقى يقول كيفاش انا الاستاذ قريت او اكتشفت في التجربه الفلانيه انه كذا وكذا وكذا، ودابا عندي واحد المعطيات جديده، هاد المعطيات الجديده لا تتماشى مع. اذا هنا شنو كيدخل التلميذ في حاله لا توازن، وكتصبح المعارف اللي كانت رسمية عنده أصبحت معارف كيف هي، أصبحت معارف تشكل عائقا أمام تعلمات جديدة، بل بالنسبة للأستاذ هي ليست عائق وإنما هي يعني معارف لا بد منها من أجل بناء المعرفة الجديدة. فقلنا الامين هذاك لو كورون، هذاك لو سافوار كورون، الامين لابرونون ا موبيليزي سي سافوار كورون، يعني كيبقى يحرك واش ناسي شي حاجه واش الى اخره. دونك سي تي بري كونسيبسيون، بري كونسيبسيون يعني شنو؟ يعني واحد الافكار مسبقه على من، على واحد المفهوم معين. في المقابل تلقاو المعرفه العالمه، المعرفه العالمه فشنو كنقصدوا بها؟
elle renvoie à une réflexion didactique sur le savoir de la discipline. Alors, je veux dire, le ma'rifa al-alima, qui connaît des nadariyat, qui connaît des articles scientifiques, qui connaît des tajarib, qui connaît des bzaf de l'hawish. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Donc, je ne sais pas ce que il faut une réflexion didactique. Je ne sais pas ce didactique ou la واحد نقل didactique ou la transposition didactique لان راه déjà elle شفتو الفيديو راه هضرنا على النقل didactique sur les savoirs de la discipline يعني هذاك كيخص يتمارس واحد النقل didactique على المعرفه العالمه باش نحصلوا على واحد المعرفه متعلمه اللي هي le savoir scolaire. اذا باش ندوزو من لو سافوار سافون لو سافوار سكولير او المعرفه المدرسيه وهذه المعرفه المدرسيه من بعد كتحول لسافوار كورون وهاد انسي دو سويت دونك هنا شنو تيهمنا هنايا تيهمنا ان هذه المعرفه العالمه خصنا نمارسو على واحد العمليه التفكير الديداكتيكي وهذه العمليه التفكير الديداكتيكي غتعطينا سكون نابل بالنسبه للاهداف اللي بغينا نوصلوا ليها وكيف ما قلنا هاد لا برونو المعرفه اللي عنده قديمه كتعطينا سكون نابيل دي زوبستاكل امام تعلمات جديده هاد لي زوبستاكل هاد العائق امام تعلمات جديده غنواجهوه باش بواحد لوبجيكتيف جديد ديال التعلم اللي هو التعلمات الجديده اذا عندي واحد التعلم جديد اللي هو هاد لوبجيكتيف وعندي واحد لوبستاكل مرتبط بنفس المفهوم فشنو كيوقع كيخصنا une confrontation des savoirs courants et de savoirs scolaires pose un défi objectif obstacle. Et là, quand on se met bien, je me mets l'هدف, العائق ou l'العائق l'هدف. Vous voyez? Donc, là, quand on parle de ce qu'on appelle l'objectif obstacle, l'هدف, العائق. Qu'est-ce que c'est l'هدف, العائق? C'est que j'ai un objectif. Je veux le ولكن هذاك لوبجيكتيف ميمكنش لي نوصلو لوبجيكتيف ميمكنش لي نوصلو الا ما كانش عنده واحد لوبستاكل شنو هو هذا لوبستاكل هو واحد المعرفه قديمه مرتبطه بالمفهوم ديال هذا لوبجيكتيف الجديد اللي غنقراو كيف ما قلت لكم مفهوم التنفس كيفاش كيكون كيفاش كيتطور الى اخره الوغ دونك هنايا حاولنا نصححوا هذه العلاقه بيناتهم فانتبه اشنو تنقصدوا بسيتياسيون بروبليم lorsqu'on a une situation واحد الوضعيه شنو هي هذه الوضعيه هي كنحطوا المتعلم في واحد السياق مثلا كنقولوا له عداء جرى مسافه ديال كذا وكذا دونك هذا واحد السياق معين ان واحد العداء تيجري الى اخره مسافه ديال كنعطيه واحد الكونتكس من بعد هذاك الكونتكس دونك فاش كنحطو في السياق هذيك تسمى سيتياسيون كنحطو في واحد الوضعيه كنحطو في واحد الموقع كنحطو في واحد المكان مثلا في السوق في الحديقه في الى اخره في دارهم في الى في المدرسه مع اصحابو في محل ديال الرياضه في الى دونك كنحطو في واحد الوضعيه مفهوم وكنعطيه اشنو كنعطيه دي زانفورماسيون ان طاش دونك فاش كنعطيه وضعيه فاش كنحطو في الوضعيه وكنزيدو على ديك الوضعيه واحد المش واحد المعلومات جديده الوغ انا حطيتو في الوضعيه وزدتو معلومات جديده فاش كنزيدو هذيك المعلومات جديده كتولي ان سيتياسيون بروبليم وقتاش الى هذيك المعلومات الجديده رجعات له او كونات عنده واحد العائق يعني دارت له واحد التخلخل واحد الخلخله واحد ديزيكيليبر في الدماغ ديالو جو ريبيت لي خليكم هاد البارتي هادي لانها مهمه ومهمه بزاف وديجا هضرنا عليها وغادي نعاود ناكد عليها الوغ الله يخليكم شنو كنقصدوا بانسيتياسيون بروبليم انسيتياسيون بروبليم تو سامبلومون لا سيتياسيون كنقصدوا بها يعني المتعلم كنحطو في واحد السياق شنو هو كنحطو في واحد السياق كنقولو مثلا ذهب احمد مثلا الدري الصغار ذهب احمد الى السوق فوجد شي حاجه
الى اخره. اذا انا حطيتها واحمد في السوق مثلا، اولا كنقول له من اجل دراسه التغير الكمي، اولا من اجل تحديد شكل الصبغيات، اولا من اجل رد العلاقه بين قطر الحبات وسلوك الحبات يعني في الجيولوجي اكس الى اخره. اذا كنحطو في واحد السياق وكنعطيه واحد المعلومه، كنحطو في السياق دونك سيتي سيتياسيون، وكنعطيه واحد المعلومه. هذيك المعلومه كترجع هذاك السياق. شنو هو كترجع هذاك السياق والمعلومه؟ كيرجعوا سكون ابل ان بروبليم. علاش؟ لانه المعلومه اللي زدتو على السياق غادي دير عنده ان اوبستاكل. شنو هي المعلومه؟ هما مثلا النتائج ديال التجربه، تم انجاز تجربه كذا من اجل احصاء هذا الى اخره، تم انجاز تجربه حصلنا على النتائج هذا المبيان الى اخره. دونك عنده ان اوبستاكل ولا عنده ان اوبستاكل، او علاش هذا المبيان مثلا في ارتفاع او لا في انخفاض او لا في استقرار الى اخره. دونك هنا ولا عنده ان اوبستاكل. اذا الى وصل هذا الشيء فكنهضروا على سكون ابل ان سيتياسيون بروبليم. الا كانت لا سيتياسيون ما قادراش تكري ان اوبستاكل عند المتعلم في واحد الكونتكست معين، فهنا ما يمكنش نهضروا على هاد لا سيتياسيون، ما يمكنش نسميوها اصلا سيتياسيون بروبليم. علاش؟ حيت ما قدرتش دير الوظيفه ديالها. الوغ لابرونتيساج وقتاش غيحدد التعلم؟ الوغ التلميذ عنده واحد لاطاج، عطيناه كونتكست، عطيناه انفورماسيون، ولا عنده اوبستاكل، عطيناه واحد المعطيات باش غادي نعرفوه واش غيتعلم ولا لا، كنعطيو له واحد لاطاش. حل المبيان مثلا، كيف تفسر التغيرات اللي كاينه في المبيان؟ الا فسرنا هذيك التغيرات اللي كاينه في المبيان مثلا، فراه شنو دار؟ راه تجاوز شنو؟ تجاوز يعني حرك المعطيات السابقه اللي عنده والكونتكست اللي عطيتيه ولي زانفورماسيون اللي زدتيه والجدول الى اخره والمعطيات التجريبيه، النتائج ديال التجربه، وجمع داك الشيء كامل ودير ان اكسبليكاسيون، يعني انجز هذيك لاطاش اللي عطيتيه. الا كان او لا الا استطاع يجاوب بشكل صحيح، فهنا كنقولوا بانه حدث تعلم. يعني شنو؟ يعني لوبستاكل ما بقاش، دونك لابرونتيساج لوفي لوبستاكل، يعني كيحيد لينا كيرفع لينا العائق. اذا الى انجز التجربه، الى انجز المهمه الموكوله اليه، فكيكون حدث لديه تعلم. الله يخليكم، غير ركزوا مزيان في هذا الشيء، راه الى عاودتوه غادي تفهموا مزيان علاش هذيك لا سيتياسيون بروبليم. الو شنو الانواع لي سيتياسيون وشنو كدير كل سيتياسيون؟ عندنا سكون ابي لا سيتياسيون ديكلونشونت ديستابيليز لي ريسورس انترن بوغ انيسيي لا ستابيليتي دوطخ ريسورس. يعني كترجع المعارف القديمه مالها انستابل، هذاك الشيء اللي كيعرفو قديم كيرجعو انستابل باش نستابيليتي. دونك هذيك كنسميوها وضعيه الانطلاق. شنو كدير هاد وضعيه الانطلاق؟ انتبه معايا، مثلا انا بغيت نقري الدراري جيولوجيا الخارجيه، لي جيولوجي اكسترن، اشنو كنقول لهم؟ كنقول لهم كاين شي واحد مثلا يعطينا يرسم لنا الخريطه الحاليه ديال المغرب، تقريبا بشكل تقريبي كيرسم لنا الخريطه الحاليه ديال المغرب. تري بيان، كنجيب واحد اخر كنقول له شكون اللي يقدر يلوكاليزي لنا مدينه خريبكه فين تتموقع بالضبط؟ تقريبا بالضبط. المهم عندي ماشي هو يقول لي بالضبط فين كاينه، المهم عندي هو يقول لي ان خريبكه مدينه داخليه، يعني ما جاتش على الساحل، داخليه. مزيان، فوالا هذا الشيء عارفينه. مزيان، كنقول لهم شنو الصخور اللي مشهوره بهم مثلا مدينه خريبكه؟ تو سامبلومون تعرفوا ان خريبكه فيها الفوسفات. واخا كنجيب لهم واحد الصوره هنا فين غيوقع عندهم المشكل، هنا فين غتوقع لا ديستابيليزي لا ديستابيليزاسيون ديالهم ديال البنيات الذهنيه ديالهم. خريبكه مدينه داخليه فيها الفوسفات، كنجيب لهم انا واحد الصوره ديال حجر الفوسفات وفيها اسنان سمك القرش. هنا شنو وقع؟ كيبقاو حالين فمهم وتيبداو يفكروا
مجموعه من العمليات الذهنيه اللي كتوقع بسرعه. دونك هذه سيتياسيون ديكلونشونت، يعني وضعيه الانطلاق منها غادي نبدا انا كل شيء، مفهوم؟ وعاد غيجي من مورا هذيك الوضعيه اسئله ايبوتيز اسي دو سويت. دونك بزاف الحوايج كاينه لا سيتياسيون دو ستريكتيراسيون، يعني الوضعيه البنائيه شنو غنبنيو بها؟ غنبنيو بها الدرس. دونك سيتياسيون دابرونتيساج، ابروندر ان غوسورس نوفيل، يعني تعلم موارد جديده، تقنيه جديده، مهاره جديده الى اخره. كاينه لا سيتياسيون دانتيغراسيون، هي الوضعيه الادماجيه. شنو هي الوضعيه الادماجيه؟ هي فاش كنجيو في الاخير ديال الوحده اولا في منتصف الوحده وكنحطوا له واحد التمرين. هذاك التمرين اشنو غيكون فيه؟ كيكون مثلا التمرين اللي بحال فرد منزلي ولا هذا اللي كنجمعوا فيه هذيك المعطيات كامله اللي قراها في الدوره اولا في نصف دوره اولا شهر ونص الى اخره. كنجمعوا هذيك المعطيات كامله وكندمجوها مع بعضياتها في واحد التمرين باش من هذاك التمرين يتعلم شي حوايج جديده. دونك ابروندر انتيغري ان انسومبل دو غوسورس، يعني من هذاك التمرين كيدمج الموارد، كلشي الموارد ديالو. وعاد كاين عندنا سكون نابي لا سيتياسيون دي فالياسيون، يعني هي الوضعيه التقويميه tout au long de l'apprentissage pour évaluer la structuration, l'intégration et la ressource. يعني كيكونوا وضعيات تقويميه باش نشوفوا واش وقعت لا سيتياسيون ديكلونشونت، واش وقعت لا سيتياسيون، يعني واش الخدمه ديال لا سيتياسيون ديكلونشونت دارت الخدمه ديالها. دونك وضعيه تقويميه، اسمحوا لي بزاف لان طارتيسوني واليوم الجمعه ناخذ كسكسو اسمحوا لنا بزاف. الوغ قلنا هنايا لا سيتياسيون ديفالياسيون، كاينه لا ستريكتيراسيون، لانتيغراسيون اي لو غوسورس. يعني باش نيفاليو هادو بثلاثه دائما كنستعملوا ان سيتياسيون ديفالياسيون باش كنشوفوا هذيك لا سيتياسيون ديفالياسيون كتخلينا نشوفوا واش لا سيتياسيون ديكلونشون دارت خدمتها ولا لا، واش لا سيتياسيون ستريكتيراسيون خدمت مزيان ولا لا، وحتى هو لا سيتياسيون دانتيغراسيون واش دارت لاطاش ديالها ولا لا. دونك هنا شنو انواع ديال هذيك لي سيتياسيون بروبليم؟ كتكون يا اما سيتياسيون ديال الدياغنوستيك، وبالتالي هنا كنسميوها راه هي لا سيتياسيون بروبليم، لا سيتياسيون اللي كدير التشخيص راه هي لا سيتياسيون ديكلونشون، ou la situation formative li kdir tkwin ra hiya li situation de structuration mfhoum. ou fi l'akhir dial had tkwin kdjina une situation d'intégration, hiya wahed la situation formative ou li kenjmeu fiha li situation structurante de structuration. ou fi l'akhir كاين عندنا لي سيتياسيون ديفالياسيون اللي كنقوموا بهم لي سيتياسيون الاخرين كاملين. يعني فاش كنديروا التقويم كنعرفوا واش لا سيتياسيون خدمت ولا لا، لا سيتياسيون ديكلونشونت و ستريكتيراسيون ولا انتيغراسيون واش خدموا ولا ما خدموش، حيت من التقويم غيبان لينا. اذا هذيك ليفالياسيون دياغنوستيك كنستعملوا فيها سيتياسيون ديكلونشونت، التقويم التكويني، لي فالياسيون فورماتيف تكويني كنستعملوا فيها لا سيتياسيون دو ستركتيراسيون اي لا سيتياسيون دانتيغراسيون، و لي فالياسيون سوماتيف كنستعملوا فيها لي فالي كان يعني لا سيتياسيون دي فالياسيون. وفي الاخير هنا عندنا لي كومبوزون دي سيتياسيون بروبليم. الوغ واحد لا سيتياسيون بروبليم كتكون مناش من واحد لو سيبور واحد لاطاش. لاطاش شنو هي؟ هو داكشي اللي تيخص يدير المتعلم، كتكون عنده واحد التعليمه باعتماد على كذا وكذا انجز كذا، تحلي المنحنى دير. دونك هذيك سيتياسيون. الوغ سو كي دوموندي ا لابرونون، يعني لا كونسين هو داكشي اللي مطلوب من المتعلم. ولكن قبل ما نمشيو لا كونسين كيخصنا نهضروا على لو سيبور. شنو هو لو سيبور؟ قلنا كيخص يكون عندي كونتكست، انفورماسيون و فونكسيون. Alors le contexte, le domaine dans lequel s'exerce la compétence avec
ان سونس بوغ ليليف، يعني المجال اللي كتنجز فيه الكفايه ويكون عنده معنى على المتعلم. كما قلت لكم قبيله كنحطوه يا اما في السوق يا اما في واحد الورشه ديال الميكانيكي يا اما الى اخره، كنحطو في واحد المكان معين باش يكون قريب للحياه ديالو، وكنعطيه معلومه ديفلوبي شي لابرونو لا كاباسيتي دو فيغ ان شوا، كنعطيه واحد المعلومات وهذيك المعلومات كنعطيه شي حاجه زايده وهو غيختار منهم داكشي اللي غيحتاجو باش يحل لا كونسين، باش يحل المعلومه. لوبجيكتيف دو لا ريزوليسيون دو لا سيتياسيون بروبليم، يعني شنو الوظيفه ديال هاد. اذا كيكون بادي التمرين من اجل بناء علاقه بين كذا وكذا قامت الى اخره، دونك هذه هي لا فونكسيون ديال هاد التمرين اولا ديال لا سيتياسيون بروبليم. دونك كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، نلتقي في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.